مسكين مرت ومعذبو، وكيا كلنا الحجار، يا كلنا مسكين في مكان بلانش يمشي كردو، في مكان أمه كي عضت هو بعد خطراته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. احنا في قرية نواحي ديال الآسفي، في الموضوع ديال با عمر. الموضوع ديال با عمر يعاني الأمرين في الابن ديالو، عنده وليد عنده 16 سنة، عنده إعاقة، إعاقة القمة في الغرابة. ولد عمر تياكل التراب، تياكل العود، القمة في المعاناة، ما عمرو شاف الطبيب. با عمر الوضع ديالو الله اللي عالم به. مولجي لا بدخل على الخط، تتبعوا معايا. السلام عليكم. كيدير با عمر؟ لاباس. كيدير انت بخير؟ الله يحفظك. كيدير تو؟ الله يبارك فيك. عاودي كيدير مع الوليد؟ كيدير هو الوليد، حنا كنعادو معاه، حنا كنعانو معاه مسكين. ولا لا لا، هادشي اللي بغى الله، مسكين مرت ومعذبو، وكياكل لنا الحجار، ياكل لنا مسكين في مكان بلانش يمشي كردو، في مكان امه كي عضها تا هو بعد خطرات، وكيدار معنا مسكين، وحنا كنضاربو معاه، وربي راه كاين. ما حاولتوش تديو للطبيب؟ والحاله ضعيفه، ما عندناش ما نكذبو على ربي، ما عندناش الساعه، عندنا الله تبارك وتعالى. ولا جاب الله شي، احنا ما كرهناش، ما جابش الله راه ما كرهناش ليه، احنا بحالنا بحاله، الحاله ضعيفه، والله يجيب الرزق. ما كاين حتى شي جمعيه هنا ولا شي بلاصه فين يقدر يقرا ولا جمعيه؟ ما كاينش باش تنوض كاع باش تمشي من هنا لهي، ما كاينش باش، باش تمشي من هنا لهي ما كاينش باش. والله يجي ربي يعاوننا عليه، هادشي اللي كنطلبو، والله يسمى المحسنين تا هما يكونوا معاه، لا جاب الله شي، الله يجي ربي يجيب الله لي الرزق. مشاهدينا الكرام، بقى معايا با عمر. هذه هي الكوزينه اللي كيعيش فيها كما كتشوفوا معايا هنا، كما في الفقر، ما عندهمش مساكن، ما لا تلفازة لا تلاجة لا والو، القمة في الفقر، كيعانيو في داك الوليد، القمة في الغرابة، ما شاء الله وصافي. با عمر، إيه مول الجلابة تبع القصة ديالك أنت، وجا لعندك بغي يساعدك إن شاء الله في هاد شعبان وفي رمضان، ولما لا أنه إن شاء الله تمشي تشقل، دي الوليد للطبيب وتشوف الوضع ديالو. والله يجي ربي يحفظه ويضمنه، هذا مول الجلابة اللي عاونا عليه، والله يجي ربي يحفظه ويضمنه. وشي اللي كنقولوا بسم الله بسم الله، هذا موجه الله، بالله يجي ربي يحفظكم كاملين، عاونتونا الله يجي ربي يعاونكم في الدنيا وفي الاخره، هادشي اللي كنطلبوا من الله. ولا اله الا الله، الحمد لله، شكر لله، الحمد لله وشكر لله. مبروك عليك شعبان ورمضان، والله يدخل عليك بالصحه والسلامه وطول العمر، والله يشافي الوليد يا رب. يا ربي امين، الله يحفظكم تتوما ويشافيكم، الله يحفظكم من العذاب النار القبر. الله يحفظك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، با عمر شيئا ما متقدم في السن، عنده حوالي 70 سنة، الزوجة هي وكذلك عندهم هذا الابن. حاول ما أمكن، الأمنية ديالو يصح، ولكن الوضع هش، الفقر، الإمكانيات ما كيناش، القرية بعيدة بشكل كبير على المدينة، إشكاليات كبرى. مشاهدينا الكرام، متجلبة دخل على الخط، ساهم في اللي قدروا عليه الله سبحانه وتعالى من أجل ضخ شيئا ما فرح لهذه العائلة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.